نتحدث وتفاصيل أكثر عن هذه الأسواق العالمية وأسواق السلع. ينضم إلينا من دبي سيد رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. نتحدث بداية عن أسعار النفط التي نشهد انخفاض كبير، وفي هذه الأثناء تنخفض بقرابة 5%، ولم تستجب لخفض الإنتاج الذي شاهدناه من قبل. إلى متى سنشهد هذه الانخفاضات في الأسعار؟ طبعا نحن شاهدنا تراجعات أسعار النفط بنتيجة أن الاتفاق في مرحلته الحالية وفي وضع الحالي بالنسبة للطلب المتراجع، يعني نوعا ما لا تزال هذه الشروط تضغط على أسعار النفط والاتجاه الهابط. أولا المعروض النفطي لا يزال يفوق الطلب العالمي، وتوقعات بأن يكون هناك مزيد من الانخفاض على الطلب العالمي بحوالي 30 مليون برميل. هذا يضغط حاليا على سعر البرميل بالاتجاه الهابط، ولكن يجب أن نعي ممكن هذا الضغط يوصل أسعار النفط نحو مستويات 15-16 دولار للبرميل، ولكن يجب أن نعي أنه المزيد من الإجراءات الاحترازية والمزيد من إغلاقات الاقتصاد لفترة أطول سوف يضغط أكثر على شركات النفط الصخري، وسوف يضغط أيضا على بعض الاقتصادات التي سوف لن تتمكن من تحقيق الإنتاجية أصلا عند هذه المستويات السعرية وفي ظل هذه الظروف التي نعيشها. وبالتالي ممكن أن يكون هناك بالإجبار ضغط على المعروض النفطي لمزيد من التراجع أو لمزيد من الخفض، حتى يكون هناك نوع من الدعم لأسعار النفط، وممكن أن تنطلق أسعار النفط منها إلى الاتجاه الصاعد. ولكن هذا مرتبط بشكل كبير بأن يكون لدينا أولاً آفاق لتوقف انتشار فيروس كورونا، وأن يكون هناك على الأقل نظرة مبدئية إلى متى سوف تعود الاقتصادات إلى العمل إجمالا. لكن ما نشهده حاليا هو ضغط أكثر على أسعار النفط بنتيجة أن ما تم تخفيضه لا يزال لا يضاهي التخوفات من التراجع في الطلب مستقبليا التي يمكن أن تضغط أكثر بحوالي 30 مليون برميل مثل ما ذكرتم. ممكن أن يكون هذا هو السبب الرئيسي الذي يضع المنتج النفط تحت الاختبار الحقيقي لضرورة وعي أن الإنتاج الأكبر لن يفيد في المرحلة الحالية، وأن يكون هناك نظرة استباقية، لأنه التقليص في الإنتاج ممكن أن يحمي نوعا ما آلية التوازن في الأسواق ويحقق نوعا ما الآفاق الإيجابية أو النظرة الإيجابية للفترة المستقبلية، خصوصا بعد توقعات صندوق النقد الدولي التي نوعا ما كانت متشائمة وسلبية يوم أمس. طيب يعني أيضا رائد، هل يتم الربط ما بين حاليا تكرار لمصطلح الركود وأيضا العلاقة في تداولات الذهب، باعتبار الكل يتوقع انكماش سيكون هو الأكبر تقريبا منذ ثلاثينيات القرن الماضي؟ هل الذهب سيستفيد إلى حد كبير؟ ما هي المعطيات التي يمكن أن تأخذه أبعد من 1700 دولار؟ حقيقة نحن اللي شاهدناه هو فقدان ثقة بالنظام المالي نوعا ما وبالدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة بنتيجة التوقعات السلبية للفترة القادمة، ولنتيجة الآفاق السلبية تأتي من أنه ممكن الناس تفقد أعمالها. فقدان الأعمال يعني فقدان بالمقدرة على سداد ديون والالتزامات، وضعف على وضغط أكبر على القطاع المالي، ومن ثم يظهر لدينا البديل والملاذ الآمن وهو الذهب الذي حقق الارتفاعات يوم أمس، يضعف بعض الشيء خلال تعاملات اليوم بنتيجة قوة الدولار الأمريكي. ولكن طبعا هناك حالة من البانيك أو الذعر، تختلف ردود أفعال المستثمرين إجمالا فيه ظل هذه الحالات وقراراتهم الاستثمارية، وبالتالي هم يبحثون عن ملاذات آمنة. ولكن إذا لم أعلم تماما ما هي المدة الزمنية التي يجب أن أتجه فيها إلى الملاذات الآمنة، إلى متى سوف أبقى في الملاذ الآمن، هنا تأتي التقلبات الحادة، وهنا يأتي الفولاتيليتي أو التذبذب الواسع النطاق على المنتجات. ولكن بلا شك الذهب سوف يكون مستفيد ومستفيد كبير من هذه الآلية، سواء كان نظرتنا إلى السياسات التيسيرية والتحفيزية التي تقوم بها الدول والبنوك المركزية حول العالم، وسواء كان أن الوضع الراهن الذي يتطلب التوجه نحو ملاذات آمنة والتوجه نحو الذهب الذي يحتفظ بقيمته، لا يصنع قيمة إضافية ولكنه يحتفظ بقيمة الأموال إجمالا. بالتالي لذلك رأينا أسعار الذهب تضغط
الاسواق وممكن ان تضغط بالاتجاه الصاعد اكبر، وقد تكون مستويات ال 1800 دولار للاونصه في متناول اليد في الفتره القادمه اذا ما ظلت الظروف هذه تضغط بشكل اكبر على شهيه المخاطره لدى المستثمرين ورغبتهم بتحقيق الامان او الاستقرار نوعا ما اكثر من ان يكون هناك رغبه بتحقيق الارباح. نعم سيد رائد، على ما يبدو شهدنا نتائج الشركات الأمريكية جاءت مخيبة للأمال، كما شهدنا عن إعلان جي بي مورغان عن تراجع أرباحه خلال الربع الأول بقرابة 70%. برأيك هل سنشهد إفلاس بعض الشركات الكبرى، أو لا نقول إفلاس ولكن تعثر الشركات الكبرى حول العالم خلال هذا العام؟ بلا شك هذه الظروف سوف تسبب انكشافات مالية وسوف تظهر سوء، يعني لأنه كانت عندنا مثلا ويلز فارغو أصرح بأنه السبب بالضغط أو التراجع هو الأوراق المالية سيئة، أي يعني الناس لم يتمكنوا من سداد التزاماتهم أو الشركات لم تتمكن من سداد التزاماتها، بالتالي أوراق المالية تدريجيا ممكن أن تصل إلى ديون معدومة، وبالتالي ممكن أن تظهر ذلك تلك في بيانات البنوك في الربع التالي، وبالتالي الضغط أكثر على القطاع المالي في الفترة الحالية إذا ما واجه الاقتصاد العالمي المزيد من اللوك داون أو توقف الأعمال. نحن نعلم تماما أنه القطاع دورة أعمال الأسهم نوعا ما تسبق الدورة الاقتصادية لأنه تتخللها التوقعات المستقبلية بأنه تعود مجددا، ولكن ما لم يتم إزاحة العامل الرئيسي وهو توقف الأعمال حقيقة لن يكون هناك تفاؤل بدورة الأسهم، وبالتالي الارتفاعات التي كنا نشهدها يوم أمس على سبيل المثال وخلال الفترة الماضية على أسواق الأسهم كانت مدعومة بشهية ورغبة المخاطرة في الفترة الماضية أن الأوضاع سوف تعود وسوف تتسارع وأن القاع سوف يكون على شكل V، أي أن العودة من الركود سوف تكون سريعة جدا، ولكن إذا لم نعلم تماما أين هو هذا القاع سوف نضطر إلى الضغط أكثر من الاتجاه الهابط، وأعتقد القطاع المالي والمصرفي سوف يكون أحد المتضررين بشكل كبير في الفترة القادمة إذا ما واصلت الانكشافات الشركات وسوء الأوراق المالية التي يمتلكها البنك حاليا. نعم أشكرك رائد خضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا على كل هذه المعلومات.